توليفة لأكثر من 100 عمل فني متنوع صيغت بأنامل طالبات المدرسة، فجاء العمل عبقا من الألوان الزاهية واللوحات الجدارية والفسيفساء وفنون الخط العربي والتصوير الفوتوغرافي. ما وجدت اليوم يعني راح يوضح لنا أنه الأعمال الإبداعية اللي يقوم فيها الطالبات في هذه المدرسة بحاجة إلى أن يتم تبنيها، لأنها أعمال بالفعل راقية. ووجدت أيضا هناك مواهب تحتاج إلى تبني، ونحن كجمعية الفنون، الجمعية العمانية للفنون التشكيلية، مستعدين نتبنى هذه المواهب ونقوم بتدريبهم، وأيضا نفتح لهم باب المشاركات في المعارض القادمة إن شاء الله. الردهة الرئيسية بنزوة جراند مول رأت فيها طالبات مدرسة الشعثاء بنت جابر المكان الأنسب لتقديم معرض عبق ألوان، الذي عكس في كثير من لوحاته الجانب التراثي الذي تزخر به السلطنة. ما ركزنا عليه هو الجداريات ككل. طبعا الجداريات فيها الفن، ميزنا فيها الفن الإسلامي والعمارة الإسلامية، وأيضا التراث العماني كجانب شامل. المعرض في مدلولاته الجميلة عكس مدى الاهتمام الذي يلقاه الطالب المدرسي ليقدم للمجتمع رسالته ويعبر عن اهتماماته في قالب فني لا يخلو من الإبهار. إبراز مواهبنا وإبراز إبداعاتنا، وذلك ما يحفزنا على يعني التقدم في الأعمال. ثاني شيء نأخذ الآراء والاقتراحات من الجمهور بالتطوير هذه الأعمال. نأخذ آراءهم في يعني إبداع وإبراز المواهب أكثر، وأيضا تشجعنا أيضا على الممارسة. الأعمال الفنية التي تضمنها المعرض الذي يفتح أبوابه أمام الزوار لثلاثة أيام متواصلة يعكس قيمة فنية وثقافية متنوعة. المعرض بما تضمنه من أعمال فنية متنوعة صيغت بأنامل طالبات لازلنا على مقاعد الدراسة، إنما يكشف عن مواهب فنية واعدة. سعيد بن ذيب الهنائي من محافظة الداخلية، ولاية